يا ستي هدى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا ستي ازيك يا شيخنا بحب الجد سلامك الله من كل سوء ومكروه عندي كم سنه يا هدى الحمد لله عندك كم سنه 16 16 احبك الله الذي احببتني فيه واسال الله ان يفرح قلبك وان يستر عرضك وان يحقق املك وان يفرح قلبك قولي سؤالك يا ست هدى بس انا كنت عايزه بس اسال عن فضل سوره الواقعه حاضر حاضر يا ستي حاضر و... والقران ينفع ان هو يتقرا من غير وضوء القران ينفع يتقرا من غير وضوء حاضر حاضر يا ستي حاضر يا ستي حاضر يا ستي ست طيب ستي هدى ربنا يبارك فيها ويحفظها بفرح انا قوي 16 سنه ده السن اللي الشيطان بيغواه قوي اللي هو انتوا حضراتكم بتقولوا عليه سن المراهقه والاسلام بيسميه سن ها أيوة سن الهداية إن شاء الله مش سن المراهقة علشان كده إحنا عايزين نعلم ولادنا بقى إحنا عندنا بنعمل تورتة للعيل كل سنة والإسلام بيقول لك إعمل له تورتة بس لما يوصل سبع سنين إعمل له تورتة كبيرة واكتب له الآن أمرت أن تلتزم بالصلاة أربط الفرح بالدين وبالعبادة ست هدى بتسأل على فضل صورة الواقعة يا هدى من التزم صورة الواقعة لا يشعر بفقر أبدا ولا بفاقة سيدنا عبد الله بن مسعود يا هدهد حضرته الوفاة فبيقولوا له وصل بناتك ما كانش عنده صبيان فقال لهم لا انا مش خايفة على بناتي ليه قال لهم انا علمتهم صوره الواقعه اللي النبي قال ان هي اللي بيدوم عليها وبيدمنها وبيقراها لا تصيبه فاقه ابدا يعني فقر ابدا خدي بالك طب المداومه عليها امتى افضل شيء ان تبدا بصوره الواقعه يومك بعد ما تصلي على سيدنا الحبيب تقسم من الصلاة على النبي عشرة عشر عشرين عشر عشر مرة وبعدين تقرأ إذا وقعت الواقعة وده سر والله يا سادة كل مرة وأنا جاي على حلقة إني قريب وأنا راكب العربية كده أشتغل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها لي كاذبة ولما خلص أقول إيه اللهم افتح لي الأبواب ويسر لي الأمور واجعل لي القبول اللهم إنك تعلم أني عبد وأنت رب فجد علي بما عندك يا ربي بما تجود به على عبدك اجعل في لساني قولا صوابا وفي قلبي اخلاصا وتوفيقا اللهم افتح لي مغاليق الامور ومغاليق القلوب فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يمكن بيفتح لنا خلاص طيب القران من غير وضوء يجوز مفيش باس فيه خالص طيب اما للافضل ادم هتقرا القران للتعبد ان تكوني على وضوء طيب اما للايه اللي بتقول لا يمسه الا المطهرون لا يقصد بها الوضوء انما يقصد بها الطهاره من الحدث الاكبر يعني ايه يعني الجنب ما يمسش القران وقيل ان الطهاره هنا والنجاسه امر معنوي وليس امر جسماني يعني ايه؟ يعني المشرك ما يمسش القرآن الكريم، لكن يجوز لكن لو عايزه تاخدي بقى درجه امتياز يهودها يبقى ايه؟ تتوضي وتقعدي في مكان هادئ كده وتفتح المصحف كمان بلاش الموبايل لان النظر في المصحف عباده، طب ومن الموبايل؟ جائز ولا شيء في ذلك مطلقة تعالوا نطلع